Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. حول موضوع آخر متعلق دائما فيك حسن الوزاني خاصة حول كتاب مهم جدا وأحمله معي وكتاب ديبون وايت حول الفرد والدولة ونحن نتطلع لما سيكون كتاب حول الظروف ترجمة هذا الكتاب المضمون الكتاب والغاية لدى الحسن الوزني من ترجمة هذا الكتاب أثناء المنفى كان في المنفى أثناء ما ترجم هذا الكتاب شكرا جزيلا شكرا سيدي الرئيس مداخلتي تحمل عنوان امتدادات كتاب الفرد والدولة لديبون وايت في فكر محمد بن حسن الوزني وبطح المحاور التي سأتناولها إلى جانب التقديم والخلاصات المحور الأول خاص بالترجمة وسياقها المحور الثاني حامل عنوان التقدمية الاشتراكية ودور الدولة المحور الثالث الثورة من أعلى أو الثورة بالإصلاح وأخيرا الرقي بواسطة الدين طبعا تناولت مجموعة من الدراسات علاقة الوزاني بالفكر الأوروبي بصفة عامة والفكر الليبرالي بشكل خاص فهناك من المؤرخين من تناول استلهام محمد بن حسن الوزاني للليبرالية الغربية وهناك من تناول محاولة الوزاني لتأصيل الفكر السياسي الليبرالي وما سيتم تقديمه في هذه المداخلة هو دراسة حالة محددة أي بحث عن امتدادات كتاب الفرد والدولة لديبون وايت في فكر الوزاني وتعطي معاجم اللغة لكلمة امتداد الواردة في العنوان معاني عديدة من بينها الانبساط والطول الانتقال والانتشار ويقال مددت الأرض مدا إذا زدت فيها ترابا أو سمادا ويقال أيضا مد النهر نهرا إذا جرى فيه إن هذه الدلالات التي تحملها كلمة امتداد يمكن أن توصف لنا علاقة الوزاني بكتاب الفرد والدولة فقد تبنى بعض مضامينه ترجم الكتاب إلى العربية وزاد وطور بعض الأفكار الواردة فيه فالهدف هو إلقاء الضوء على جانب من تعامل الوزاني مع الفكر السياسي من خلال إجابة عن التساؤلات الآتية أولا لماذا اختار الوزاني الكتاب؟ ثانيا ماذا أخذ عن الكتاب؟ ثالثا ما الأفكار التي طورها؟ وأخيرا فيما اختلف عنه؟ إذا بالنسبة للمحور الأول خاص بسياق الترجمة وهدفها دائما أو في بعض الأحيان الفاعل السياسي في مرحلة من مراحل حياته يجد نفسه في وضع يمكننا أن نوصفه بعبر صخرة معنى ذلك أن يجد نفسه أمام وضع طارئ مستجد يفرض عليه فردا يملك إمكانيات ووسائل يقود يأمر يتحرك يحرك ثم فجأة يجد نفسه في ظل أزمة معينة مجردا تقريبا من أي شيء وبالتالي ينبغي عليه أن ينتظر قليلا أو كثيرا الانتظار لا بمعنى الخلود إلى الراحة وإنما أن يشتغل على الواقع أن يستثمر عنصر الزمن وذلك إلى أن تنضج الظروف أو تتوفر اللحظة الملائمة ليعاود السير من جديد. لقد عبر الوزاني الصحراء فعليا ورمزيا. فعليا لما لفته سلطات الحماية الفرنسية إلى جنوب المغرب. ورمزيا لما أرادت أن تحد من أنشطته السياسية وإقصاء السياسة عنه من خلال منع الجرائد والكتب عنه. لكن غاب عنها أن الوزاني خلق للسياسة وأن السياسة خلقت له كما عبر عن ذلك في مذكراته فلم تكن حياته في المنفى إلا حياة صراع سياسي في سبيل الوطنية والكرامة وقد ترجم الكتاب ديبون وايت لما كان منفيا لإتزر وهي مرحلة من المنفى قليلة الوقع مقارنة مع سابقته لا يمكن اعتبار فترة المنفى هي المرة الأولى التي اهتك فيها محمد بن حسن الوزاني بفكر وكتابات شارل ديبون بروك وايت
فغالبا الاهتمام بفكر دي بوايت يعود لمرحلة الدراسة بفرنسا. وتصنف أدبيات الاقتصاد السياسي دي بوايت مزدى 1807 متوفى 1878 ضمن تيار فكري سماه بعض الاشتراكية الحكومية أو اشتراكية الدولة، وسماه آخرون الرأسمالية الخاضعة لرقابة الإدارة أو لو كابيتاليزم أدمينستري. وكيف ما كانت التسمية، فإن دي بوايت في كتابه الفرد والدولة يدافع عن فكرة أساسية وهي دور الدولة في الرقي. وقد احتفظت بكلمة التي ترجمها الوزاني خوغي ترجمها إلى الرقي، وأن هذا الرقي أحد آلية تحرك المجتمعات، وهذه الآلية تحركها قوى مختلفة من بينها الدولة والأفراد، كما أنه ينفي دور الدين. دي بوايت ينفي دور الدين والثورة في تحقيق ذلك. فهدف كتاب الفرد والدولة ليس تحديد مسألة الحقوق الخاصة بكل من الدولة والفرد، وإنما مساهمة كل منهما في الرقي والتطور ولا تعارض في ذلك. وإذا قارنا بين الترجمة التي قام بها الوزاني والنسخة الفرنسية في طبعتها التي اعتمد عليها، نجد أن الوزاني لم يترجم الكتاب كله، فمجمل عدد الصفحات المترجمة 192 صفحة في مقابل 132 صفحة التي تشكل مجموع ما ترجمه الوزاني. وبصفة عامة، ما أعرض الوزاني عن ترجمته هو أمثلة وحجج وأحداث استقاها دي بوايت من التاريخ الأوروبي للدفاع عن طروحاته، بالإضافة إلى فصلين. ويمكن استنتاج الأسباب التي دعت الوزاني إلى الاهتمام بفكر دي بوايت وترجمة كتاب الفرد والدولة فيما يأتي. أولاً، المنافسة بين المعسكر الشرقي والغربي، والتي طرحت على العالم آنذاك نموذجين متناقضين على مستوى طبيعة الدولة ودور الفرد في المجتمع. ثانياً، البحث عن أشكال جديدة لتنظيم سياسي واقتصادي واجتماعي لمواجهة تحديات العصر. وثالثاً، يرتع الوزاني أن يقدم إلى الجمهور المغربي نصاً مرجعياً في الوقت الذي كانت الحركة الوطنية تدعو إلى تهيئ مبادئ أساسية يمكن أن يقوم عليها الحكم في المغرب المستقل. وأشير أن أفكار دي بوايت الواردة في كتاب الفرد والدولة تتجلى بشكل واضح في خطاب الوزاني خلال فترة ممتدة من سنة 1956 إلى نهاية الستينات. وأطرح السؤال، ماذا أخذ الوزاني عن كتاب دي بوايت؟ إذا المحور الثاني التقدمية الاشتراكية ودور الدولة في الرقي. قبل تناول قضية التقدمية الاشتراكية لدى الوزاني، لا بد من الإشارة إلى أننا نجد تطابقا لمعاني الرقي لدى كل من الوزاني ودي بوايت، وهذه المعاني لم يبتدعها الأخير، وإنما يمكن تصنيفها في إطار مشترك الفكري الإنساني، فهي وليدة عصر النهضة والأنوار الأوروبية. وحدد كلاهما معاني الرقي في الديمقراطية واعتمادها على سيادة الأمة والحرية والمساواة بين الجميع أمام القانون والعدالة والإخاء، التعاون، الانتخاب، تكافؤ الفرص في معترك الحياة، ارتكاز الديمقراطية على الحكم الصالح، سيادة القانون، الحق، العدالة الاجتماعية، الحرية السياسية، والرفاهية الاقتصادية. ولنعود إلى الفكرة الأساسية وهي دور الدولة في الرقي. أكد دي بوايت على دور الدولة في ابتكار الرقي، فإن كانت وحدها قادرة على إنجاز بعض الأشياء، ومع ذلك لا يمكن أن نعترف لها بالابتكار، لأن الإصلاح الذي أنتجه فعلها قد طولبت به أو أقرهت عليه من الرأي العام. ومن جهة أخرى، فهناك أشياء تنجزها الدولة من تلقاء نفسها، لكنها تقتبس الفكرة من الخارج، فهل هذا مثال من الابتكار الرسمي؟ لا نتردد والكلام لدي بوايت في الإجابة عن هذا السؤال بنعم، لأن فعل الخير حيث لم يكن مطلوبا ولا حتى متخيلا هو خلق له وابتكار، فالدولة ليست بالحارس الجامد لما هو كائن ولا بمنفذ القوانين التي وجدت قبلها، بل لها خاصة أن تصن القوانين الجديدة، ومعنى هذا أن لها أن ترصد المستقبل فتفكر فيما سيكون وتعد ما لابد أن يكون،
وهذا هو عمل الرقي بعينه. خالف ديبو وايت أغلبية المفكرين الاقتصاديين المعاصرين له، فقد كان يحتج على التراجع المستمر لدور الدولة، وأفكاره في هذا الإطار تشبه إلى حد بعيد أفكار الاشتراكيين الألماط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لدرجة أنه غالبا ما يتم الخلط بينهما. فهو مؤيد لتدخل الدولة والزيادة في قوتها السياسية، واعتبر اقتصاد السوق الذي كان يسميه اقتصاد الإنتاج الحر نظاما يتيح إمكانية الرقي والثراء، لكنه يعمق الفقر والبؤس لشريحة عريضة من السكان، لأن الفرق بين الأجر والربح يتم على حساب العمال، مما يهدد السلم الاجتماعي. وتحت نظام حر للإنتاج، الرأس المال الصناعي يتصاعد فيه سوء التصرف، لأن الأمر يتعلق بقوة غير مراقبة وغير محدودة. تتجلى أصالة فكر ديبو وايت في الدعوة إلى زيادة تدخل الدولة، وهنا يعارض الليبراليين، ولكن دون أن يؤدي هذا التدخل إلى إعادة ترتيب أوضاع النظام الاقتصادي بشكل عامر، وهنا يعارض الماركسيين، فهو يقف في منتصف المسافة ما بين التحليلات الليبرالية والتحليلات الماركسية. اتخذ الوزاني كما فعل ديبو وايت مسافة وسطى بين الليبرالية والاشتراكية، فأخذ الإيجابي من الثانية لمواجهة السلبية الأولى، وسمى ذلك التقدمية الاشتراكية. قال الوزان: من مقومات التقدمية الاشتراكية كما نأخذ بها الكفاح ضد الاستغلال الداخلي، سواء من الأجانب أو من الأهالي أنفسهم، والعمل للقضاء على الرجعية والوصولية والانتهازية والإقطاعية والاحتكار، وسيطرة رأس المال على الدولة في الحكم والسياسة. ويضيف: ترمي التقدمية الاشتراكية إلى تحرير الاقتصاد القومي لتدعيم السيادة والاستقلال، وإلى القضاء على كل نظام مرتكز على الظلم الاجتماعي بواسطة الأنظمة والفوارق والامتيازات، وإلى ضمان الخدمات العامة لسائر المواطنين على السواء، وتمكينهم أيضا من تكافؤ الفرص في الحياة. وتهدف التقدمية الاشتراكية بصفة عامة إلى إقامة عدالة اجتماعية واقتصادية نتيجة التخطيط والتصميم، وسلوك كل نظام يكفل عدم خضوع طبقة لأخرى، وتحرير الفرد والمجتمع من كل استغلال وتسخير، وتقليل ما أمكن من الفوارق الاجتماعية، وتدبير الاقتصاد العام لصالح الأمة دون الإخلال بالنشاط الفردي، أي بمواهب الفرد وإمكانياته وإنتاجاته. إن التقدم الاشتراكي كما حددها الوزاني تعارض رأسمالية الدولة، وتحارب أضرار الرأسمالية الليبرالية، وتشجع الرأسمال الوطني، فإنها ليست ضد الرأسمال الوطني الذي تقتضي مصلحة البلاد والشعب بتشجيعه ومراقبته وتنظيمه، بما يكفل التقدم وازدهار الاقتصاد القومي عن طريق التطوير والتحرير وتنمية الإنتاج. وحدد الوزاني العلاقة بين رأس المال الوطني والدولة قائلا: فإذا خضع رأس المال الوطني لرقابة الدولة كما يقتضيه الصالح العام، وإذا كان أمره سليما مما يخالف مصلحة البلاد والأمة، وإذا كان بعيدا عن كل نوع من التدخل في الحكم وعن كل سيطرة على السياسة العامة، فهو رأس مال متجانس مع نظام الاقتصاد الصالح الذي يجمع بين مزايا الحرية الاقتصادية ومزايا التوجيه والرقابة من طرف الدولة. وأما تحقيق العدالة الاجتماعية لدى الوزاني، لا يعني هذا التحقيق محو الفوارق بين الناس والطبقات طمعا في إيجاد مساواة تامة مطلقة في المجتمع، وإنما يعني تقليل ما أمكن من هذه الفوارق الاجتماعية، وإزالة أسباب الاضطراب في الحياة القومية، والعمل لخلق مجتمع جديد يرسى على قواعد سليمة يقتضي التطور والتقدم. فالرهان لدى الوزاني هو إصلاح أوضاع المجتمع على أساس التوازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للفرد أو الدولة، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بإنشاء المؤسسات على أساس صالح، وإصدار الدولة للقوانين والتشريعات ثم السهر على تطبيقها. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، وعنوانه الثورة من أعلى أو الثورة بالإصلاح.
فقد طور الوزاني مفهوم الثورة من أعلى على أوضاع على ضوء الأوضاع التي كان المغرب يعرفها آنذاك. فقد طغى على المغرب على الاستقلال حسب الوزاني الفساد، فساد الوضع أو الفساد الداخلي في الدولة والمجتمع، وسيطرة الفساد والانحراف على الفرد في أخلاقه وثقافته تفكيره وحياته، وما عرفه المغرب في بعض الأحيان من اضطرابات اجتماعية ومحاولات تآمر على أمر الدولة على أمن الدولة لمن الأمثلة الناطقة بما عانه المغرب في الأعماق من أمراض وأزمات لا تنفع في عملية التخلص منها المسكنات أو المحاكمات. لنعود إلى ديبوات، فهو ينفي أي دور للثورة أو التمرد في الرقي، فالتمرد حسب عباراته إذا أخذ شكل حركات واضطرابات ولو كانت مسلحة ضمن الحرف أو في المدن والولايات بسبب الأجور أو الضرائب أو المجاعة وما إليها، فهذه وثبات هينة عديمة الجدوى، والحكومات تتغلب عليها دائما لأن الدولة متى صرفت كل مجهود القوة العامة إلى نقطة معينة خرجت دائما من العراق الناشب ظافرة منتصرة. فالأمر بالنسبة لديبون وايت وللوزاني والعبارات عند كل منهما تكاد أن تتشابه حرفيا، يتعلق بصراع بين تيار الماضي وتيار العصر، بينما هو كائن وبما سيكون. فتيار العصر كما يقول الوزاني تيار جارف لأنه يجسم إرادة الشعوب ووثبة الأجيال الصاعدة فيها نحو الانتقال من أوضاع الماضي المتلاشية إلى حياة المستقبل المنشود. فإذا كان ديبون وايت يرى أن صيرورة الحضارة إما أن تؤدي إلى الزيادة في دور الدولة أو إلى الثورة، فالوزاني يعتبر أن نهج السياسة القمع لا تستأصل الداء ولا تصلح كدواء، والحل بالنسبة للوزاني هو التقدم والتطور أو الثورة إن لزم الأمر. فديبون وايت يقدم إنجلترا كبلد يستبق الثورات من خلال الإصلاح، وأن القوانين في هذا البلد تنجز كأنها ثورة، وأن ثوراتهم تتم بواسطة تشريعات. الوزاني يعطي مضمونا معينا للثورة، فهي ثورة باردة من أعلى تقوم على أساس إيديولوجيا قومية وبرنامج إصلاحي والقيادة المثلى. وقد كان الوزاني متخوفا من حدوث انقلاب من أسفل تكون عواقبه وخيمة تسلم البلاد للفوضى والفتنة وتفتح باب المغامرة على مصراعيه. ولكن من الذي يجب أن يقوم بالثورة من الأعلى؟ حسب الوزاني دائما الدولة من خلال مراجعة السياسة العامة بكل جرأة وشجاعة. وهنا طور الوزاني فكرة ديبون وايت التي مفادها أن على الدولة استباق الثورات من خلال القيام بإصلاحات. طورها من خلال استلهام نماذج تحديث في كل من ألمانيا ومصر والهند وربما أقول ربما اليابان، وأكتفي بالإحالة على ثلاثة موارد أخرى إلى جانب كتاب الفرد والدولة. أفترض أن الوزاني استلهمها ليطور مفهوم الثورة من أعلى ودور الدولة في ذلك. أولا التجربة الإصلاحية للإمبراطور غيوم الثاني والتي حللها الكاتب الألماني فريدز فريدمان في كتاب نشره باللغة الفرنسية أواخر القرن التاسع عشر حمل عنوان الإمبراطور غيوم الثاني والثورة من أعلى، بالإضافة إلى الإصلاحات التي عرفتها ألمانيا نهاية الحرب العالمية الأولى والتي عبر عنها وزير خارجية ألمانيا آنذاك بول فان هينتزه بجملة الثورة من أعلى التي تهدف إلى مواجهة الثورة من أسفل. وأشير هنا إلى أن إيميل بوتمي مؤسس المدرسة الحرة للعلوم السياسية قد أرسى تقليدا أكاديميا بالمدرسة من خلال التركيز على الفكر السياسي الألماني. ثانيا تحليل الوزاني لتجربة مصر والهند الإصلاحية وبشكل خاص في القطاع الفلاحي وإبدائه الإعجاب بالتجربة الهندية ودور الدولة في ذلك. وهنا نجد أن باريكتون مور وصف سنة 1966 التجربة الإصلاحية في اليابان وألمانيا بداية القرن العشرين قائلا: لقد نفذت الحكومات شبه البرلمانية
الثورة الاقتصادية والسياسية السلمية للأعلى وقطعت شوطا طويلا نحو تحول بلدانها إلى بلدان صناعية حديثة. وأثناء التحديد بواسطة الثورة من أعلى، لا بد لمثل هذا الحكم من تنفيذ الكثير من المهام نفسها التي أنجزت في أماكن أخرى لمساعدة الثورة من أسفل. والمورد الثالث، يبدو أن الوزاني قد طور فكرة الثورة من أعلى في سياق تأثر به فيه بمقررات مؤتمر بانطون، شعارات حركة عدم الانحياز، وبعض شعارات حزب البعث العربي الاشتراكي الإيديولوجي، حزب البعث العربي الاشتراكي وإيديولوجيته. إذا كان الوزاني قد أخذ عن البوايت فكرة أن الدولة تلعب دورا محوريا ورئيسيا في الرقي، فقد خالفه في دور الدين في ذلك. وأختصر المحور الأخير، دور الدين في الرقي، ديفوايت ينفي أي دور للدين بما في ذلك الدين الإسلامي في الرقي. الوزاني بالعكس يجعل الدين محورا أساسيا في الرقي، والأداة هي الاجتهاد. أنتقل إلى الخلاصات حتى لا أطيل عليكم. أولا، يعمل بعض الباحثين على رسم تطور فكري للوزاني ببعد محايد، فيرسم بعض الوزاني منحى تطور من الليبرالية إلى المحافظة، ويدافع آخرون على الوزاني الليبرالي الذي استمر ليبراليا إلى آخر لحظة. قد يكون كلاهما صحيحا إذا أخذنا بمبدأ تبناه الوزاني وأعرب عنه في محطات عديدة، ومضمونه كما صاغه بعباراته اتجه نحو المثل الأعلى دون إغفال الواقع. ثانيا، راهن الوزاني على الدولة في عملية الإصلاح، أولا ربحا للوقت في سبيل جعل المغرب مسيرا لروح العصر، ثانيا الإصلاح من خلال الثورة الباردة تكلفته أقل مقارنة مع الثورة والاضطرابات، وثالثا قيام الدولة بالإصلاح ضمان للتطور أو الرقي دون حدوث انحراف نحو الاضطراب والفوضى. وآخر خلاصة وأختم بمقتطف من كتاب الفرد والدولة بترجمة الوزاني وبتساؤل. قال ديبوارت: قد تكون الدولة أداة للرقي، وأحيانا تكون هي منشئته، ولكن تشترط في هذا أسباب، منها أن تكون الدولة قوية، وقد تحتاج الدولة إلى أن تكون سيدة المجتمع لكي تتمكن من إصلاحه، ولكن هذا لا يكون إلا في المجتمعات التي ما تزال في نشأتها الأولى وفي جاهليتها الجهلاء. فهذه المجتمعات إذا تولت حكمها بنفسها ربما أسبغت همجيتها على ما لها من نظم وأوضاع، وغيرها من المجتمعات تحمل في نفسها مبدأ رقيها، فلا تكون الدولة فيها إلا الأداة المتواضعة لهذا الرقي. انتهى كلام ديبوانت. وأتساءل، ألم يظهر الواقع والتجربة أن الدولة في بعض إصلاحاتها كانت أكثر حداثة وتقدما من المواطن؟ شكرا.